اوكي طيب، احنا توداي ان شاء الله هنتكلم على البرنسبلز بتاعت التريتمنت اوف يوفيتس. تمام، انا البتاع قطع عندي راجع تاني. تمام، انتوا اوكي دلوقتي؟ طيب تمام احنا اوكي تمام. البرنسبلز بتاعتنا دايما ان احنا تو كنترول ذا انفلاميشن and reduce the complications due to the uveitis زي الكاتاركت والجلوكوما والسيستول ماكيولار إديما. عشان كده دايما احنا بنحاول نخلي الديزيز اندر جود كنترول. ولو قرينا في الكتب هيتقال ان ان الديزيز ما يبقاش كنترول it causes more complications than the potential complications of the treatment or the potential side effects of the treatment. فدايما we are looking for optimum control of the activity of the inflammation. لازم هنعرف الجولد ستاندرد تريتمنت بتاعتنا هي الكورتيكوستيرويد، هو ده البيست تريتمنت للانفلاميشن لان هو كويك وافكتيف از ماتش، يعني ذا موست افكتيف اند ذا موست كويك واي اوف تريتمنت. زي بالظبط ما بنقول ان الانوكليشن هو الراديكال تريتمنت للريتينوبلاستوما، كورتيكوستيرويد هي المين تريتمنت للانفلاميشن. تمام، طيب لو جينا نتكلم احنا انيشال بس حسام بيحاول يدخل وبيقول مش عارف يخش. طب انتوا حد يقدر يعمل له ادميت ولا في مشاكل؟ ثانية هو مش ظاهر في الادميت اصلا، فاعتقد ان في حاجة غلط عنده. هو المفروض في المايكروسوفت ده مفيش ادميت، يعني المفروض يعرف يخش على طول. لا لا احنا ممكن نسمح له، ما انا عملت لا هو في ادميت بس هو خليه يعني يقفل الابلكيشن ويفتحه تاني مثلا، او يقفل البراوزر اللي هو عليه ويفتحه تاني. تمام حاضر. اوكي وصل اهو، حد بس يعمل له ادميت من فضلكم. تمام انتوا لسه عملت كده خلاص. تمام اوكي جميل. طيب زي ما كنا لسه بنتكلم في البرنسبلز اوف تريتمنت، احنا الانيشال تريتمنت تبقى تو كنترول ذا اكتيف ستيج اوف ذا يوفيتس عن طريق السايكلوبليجيا والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. هنشوف ان في لها ادوار صغيره والتوبيكال او سيستميك ستيرويدز. بعد كده هنبدا نعمل تيبرنج للستيرويدز، ولو الديزيز مش كنترول نبدا ندخل بسكند لاين تريتمنت زي ما هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. لكن دايما وي ستارت القاعده الاساسيه احنا بنبدا بهاي دوز ونبدا بعد كده تو تابر جرادوال. طيب اول حاجه الميدياتيك او انسايكلوبليجيك تريتمنت، احنا اشهر يعني الفايده منهم ان هي تو بريك ذا بوستيريور سينيكيا تو ريليف ذا سيليري سبازم وتقلل الفوتوفوبيا بتاعت العيانين دول. في الغالب بنستعمل الشورت اكتنج سايكلوبليجيك. زي ما احنا شايفين في ديفرنت ايجنتس ذات كان كوز سايكلوبليجيا، على راسهم الاتروبين وبيقعد فتره طويله، سكوبولامين، هوماتروبين، سايكلوبنتوليت، تروبيكامايد، وفي الاخر الفينايلفرين ده مجرد دايليشن ويزاوت سايكلوبليجيا. احنا ليه دايما اكتر واحد بنستعمله هي السايكلوبنتوليت؟ ليه؟ عشان بي allow the pupil to remain mobile شوية، فبيعمل breaking لأي سينيكيا ممكن تكون، ويعمل rapid recovery of the vision when stopped. طيب ثانية واحدة. اوكي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، احنا بنتكلم هنا على السيستميك نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. لازم نعرف ان هما تو فورمز، ال سيلكتيف كوكس 2 او سيلكتيف سايكلو اوكسجينيز 2 انهبيتورز، ودي بتقل يعني بتبقى سبيسيفيك للسيلز ذات ميديت ذا انفلاميشن، وفي النون سيلكتيف اللي هي بتنهبت كوكس 1 وكوكس 2. الحالات اللي بنستعمل فيها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دروبس سوري دراجز هنلاقيها مش كتيره في اليوفيتس، زي الكرونيك انتيريو يوفيتس في الجيفينايل ايديوباتيك ارثرايتس،
او لو في سيستويد ماكيلر إديما بنستعمل التوبيكال ستيرويدز، لكن غير كده ما بنلاقيش لها دور كبير. هنعرف ان الكوكس 1 ده present in all cells، وبالتالي لما بنعمل له inhibition هيبقى له سايد افكتس زي الجاستريك ulceration او الجاسترايتس، التقليل بليتليت اجريجيشن والرينال فانكشن. الكوكس 2 في المقابل بيبقى specific to the cells to the inflammatory reaction، لكن مشكلته انه لو كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز زي المايكارديال انفاركشن والهايبرتنشن، وعشان كده في بعض الدول اتسحب من الاسواق. طيب اهم النون ستيرويدلز اللي هي موجوده الساليسيليت ده اللي هو الاسبرين العادي بتاعنا، الكيتوبروفين والبيروكسيكام والكيتورولاك والحاجات دي كلها دي بتدخل في عيله اللي هي بنسميها فينايل الكانويك اسيد. الكوكس 2 انهبيتور زي السيليكوكسيب اللي هو السيليبريكس، وده ممكن يستعمل في العيانين زي ما قلنا اللي عندهم خايفين من سايد افكتس فيهم زي جاسترايتس والحاجات دي، لكن الكارديوفاسكولار سايد افكت بتاعه بيخلينا ايه متكتفين شويه. طيب وات اباوت ذا توبيكال نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دروبس؟ برضو زي ما بنتكلم في الاوكيولار انفلاميشن ما نقدرش نعتمد عليها لوحدها، بنعتمد عليها اكتر في الابيسكلرايتس او في السودوفيكيك سيستويد ماكيلر ايديما، او يعني سبلمنتال للستيرويدز في حالات الانتيريور يوفيتس نون انفكشوس انتيريور يوفيتس. طيب ايه سايد افكتس بتاعها؟ اهمها الكيراتايتس والكورنيال ميلتنج او الكورنيال بيرفوريشن، بيبقى اكتر مع الايبيفيناك اللي هو اللي هي اسمها ديكلوفيناك دروبس، اكتر من الحاجات زي النيفاناك. النيفاناك اللي هي النيبيفيناك او الاكيولار اللي هي الكيترولاك. فالايبيفيناك دايما تلاقي العين بيقول لك بتحرقني قوي في عيني وما ينفعش نستعملها فتره طويله عشان الكورنيال سايد افكتس بتاعتها اللي موجوده، واللي بتزيد اكتر في حالات العيانين اللي عندهم روماتويد ارترايتس او سيفير دراي اي. فدايما ناخد بالنا من النقطه دي. طيب الستيرويدز زي ما قلنا اتس ذا مين ستاي تريتمنت اوف ذا اوف يوفيتس، بنستعملها في الاكتيف انفلاميشن وفي الكومبليكيشنز زي سيستويد ماكيلر ايديما، ونقلل الانفلاماتوري انفلتريت في الريتنا كورويد اند اوبتيك نيرف، لان الستيرويد بتسبرس كل الباث واي بتاع الانفلاميشن من اوله لاخره، على عكس ما هنشوف بعد كده الاميون ميديلاتوري ثيرابي اللي كل واحد فيهم بيبدا يركز على حته معينه من الـ من الـ من الاميون باث واي. طيب احنا بنبدا دايما بجرعه عاليه، يعني لو هتدي سيستميك ستيرويدز اضرب بقوه ولا تخشى العواقب، يعني ادي 60 ل 80 ملغ بريدنيزولون اورالي، ما تبتديش بجرعه صغيره وتقول هشوف هيتحسن ولا لا ولو اتحسن هبقى ازود، لا احنا دايما بنبدا بجرعه عاليه وبنعمل تيبرنج جرادوال. ما بنحتاجش نعمل جرادوال تيبرنج ده، وي كان ستوب ابرابتلي لو اتعطت اقل يعني 2 ل 3 اسابيع، لو اكتر من كده هنبدا نحتاج نعمل جرادوال تيبرنج. طيب التوبيكال ستيرويدز بنستعملهم في ايه؟ في الانتيريور يوفيتس، وذي ماي ورك في حالات الفيترايتس والسيستويد ماكيلر ايديما. طيب الانترفال بتاعهم بيبقى متفاوت من وانس ديلي لحد ممكن في بعض العيانين نديهم افري اور. اهم اشهرهم البريدنيزولون 1% والديكتاميثازون 0.1% هما دايما اكتر حاجه بتستعمل. البريدنيزولون زي ما هنشوف قدام شويه في بريدنيزولون اسيتيت، دي اللي بنستعملها في اغلب قطراتنا البريد 40 والايكونوبريد والاوركا بريد والاوبتي بريد والحاجات دي، او البريدنيزولون صوديوم فوسفيت، وهنعرف الفرق ما بين الاثنين. في داي فلو بريدنيت اللي هي الديفلوستيرو هنتكلم عليه قدام شويه، والديكتاميثازون دروبس زي ديكادرون دروبس او المونوديكسين او الحاجات اللي هي موجوده في السوق بتاعنا. في ويك ستيرويدز زي الفرونوميثينولون الاف ام ال، الحاجات اللي زي الفيكسول اللي هي ريميكزول وهكذا. طيب لو ابتدينا نتكلم عليهم واحد واحد، الداي فلور بريدنيت ده هايلي بوتنت حتى اكتر من البريدنيزولون، وبالتالي لما بيتعطى ماكسيمم 4 تايمز ديلي. من اهم السايد افكتس بتاعته ان هو بيعمل رايز اوف ذا انترا اوكيولار بريشر، والسايد افكت ده احنا بنستعمله بالعكس العيانين اللي داخلين في اتروفيا، من ضمن الحاجات اللي ممكن نكتبها لهم تو سلو داون ذا بروسيس او تو ستوب ذا بروسيس ان احنا نكتب حاجه زي الداي فلوبريدنيت. طيب البريدنيزولون زي ما قلنا يا اما البريدنيزولون اسيتيت سسبنشن، وعشان كده الاسيتيت سسبنشن ده بنقول العين دايما حاولوا ترجوه قبل ما تحطه في عينك، ده ميزته ان هو كان it has better penetration through the intact cornea، لان هو الى حد ما ليبيد سوليبل اكتر،
لكن الصوديوم فوسفيت سولوشن ده ما بيحتاجش ميكسنج لان هو سولوشن rather than suspension، بس البنتريشن بتاعه اقل شوي. تمام، في دوز ديبندنت اوكيولار توكسيسيتي اكترها بنخاف اكتر من الجلوكوما، الكاتراكت بيبقى اكتر مع السيستميك ستيرويدز اكتر من التوبيكال ستيرويدز، وطبعا بنخاف من السبريشن اوف اميونيتي ورياكتيفيشن للهربس فيروس اتسترا اتسترا. تمام، طيب الديكساميثازون يا اما دروبس ودايما في الغالب بتبقى كومباينيشن دروبس، او ممكن يبقى موجود في شكل اوينتمنت. اشهر الحاجات اللي في سوق ديكساترول، ايزوبتوماكسيدكس، توبرادكس، الحاجات دي اللي فيها الدكس دايما ده بيبقى ديكساميثازون. طيب الفلوروميثينولون، فلوكون، اف ام ال، ايفيميو، الحاجات اللي هي ايه فيها الفلوروميثينولون ده بيبقى برضو سسبنشن او ممكن يبقى اوينتمنت. اتس ا ويك، هاز ويك انتي انفلاماتوري ايجنت، عشان كده ما نقدرش نستعمله بقلب جامد للاكتيف يوفيتس، لا بنحتاج حاجه من السترونجر ستيرويدز، هو بياكت اكتر على السيرفيس اوف ذا اي لكن لو ليس ستيرويد ريليتد سايد افكتس. تمام، في مشاكل لحد دلوقتي ولا الدنيا تمام؟ تمام زي الفل مع حضرتك دكتور. هندخل على حاجه ثانيه ساعات بنستعملها، التيشو بلازمالوجين اكتيفيتور، ده بنستعمله في الفايبرنس انتيريور يوفيتس، المنظر اللي نلاقي فيه فايبر ملزق الدنيا كده من ضمن اللاينز اوف تريتمنت ذات كان بي يوز تو لايز ذيس انفلاميشن، ان استعمل التيشو بلازمانوجين اكتيفيتور، والجرعه بتاعته اللي بتتعطى فروم 12.5 تو 25 مايكروجرام ان 0.1 ملي لتر انجكتد تو ذا انتيريور تشامبر، بالظبط كاننا بنعمل باراسينثيسيس وبنحقن التيشو بلازمانوجين اكتيفيتور. تمام، طيب من ضمن الحاجات اللي بنستعملها اللي هي بيسموه ميدريكين نمبر 2، ده بيستعمل فور سب كونجنكتيفال انجكشن، احنا بنعمل الميدريكين البلدي بتاعنا اللي بنعمله مثلا في بدايه العمليات زي السكليرال باكل، هو عباره عن ثلاثه كومبوننتس مع بعض، عباره عن ادرينالين، اتروبين، لوكال انستاتيك، فكرته انه بيتحقن سب كونجنكتيفالي او بيتحط في كوتون بلجت وبتتحط في الفورنكس عشان تزود الابزوربشن، وده بيعمل بريك داون للبوستيريور سينيكيا اللي ممكن تكون لسه في اولها، والادرينالين او لوكال انستاتيك بيزود الكومفورت ديورينج ذا انجكشن لو هنعمل انجكشن. تمام، طيب ندخل على المرحله اللي بعد كده، البيري اوكيولار ستيرويدز امتى بنستعملها؟ بنستعملها لو احنا عايزين مور بوستيريور ايفكت، يعني عايزين عيان عنده انترميديت يوفيتس او بوستيريور يوفيتس او سيستويد ماكيولار ايديما، وفي نفس الوقت العيان مش قادر لسبب او لاخر نمشيه على سيستميك ستيرويدز، دخل في كومبليكيشنز منها او دايابيتك ومش عايزين نعرضه للهاي دوز من السيستميك ستيرويدز، او الديزيز لوكالايزد العين واحده ومفيش سيستميك مانيفيستيشنز ليه، يعني ايزوليتد اي ديزيز ويونيلاترال، ساعتها بنبدا نفكر اكتر في البيري اوكيولار ستيرويد كلاين من اللاينز اوف تريتمنت. اشهر واحد بيتحقن هو الترامسينولون اسيتونايد اللي هو الكيناكورت او الابريليفان، ومن ضمن الحاجات اللي ممكن تتحقن هو الديبوميدرول اكتر من السوريوميدرول اللي هو ميثال برينيزولون، بس الديبو فورم زي ما هنشوف بعد كده هما الاثنين ميثال برينيزولون بس بيختلفوا في التركيب في جدول بعد كده موجودين. طب امتى ما نحقنهمش؟ لو احنا شاكين في انفكشوس يوفيتس زي توكسوبلازموزس، او شاكين في نيكروتايزنج سكليرايتس عشان الثيننج ده ممكن يسبب يعني to progress to perforation. تمام، طيب بنحقن ازاي؟ احنا زي ما كنا لسه بنتكلم الديبوميدرول اللي بيتحقن كتير مثال برينيزولون اسيتيت، او في بقى التاني اللي هو السوليومدرون ده زي ما هنشوفه ده اللي بيتعطى اكتر في البالس ستيرويد تريتمنت اللي هو مثال برينيزولون صوديوم ساكسينيت، الترامسينولون اسيتونايد ده اللي هو الكيناكورت او الكينالوج، ديكساميثازون اسيتيت اللي هو ديكاترون ده شورت اكتنج، ده مش لونج اكتنج ستيرويد، وبالتالي ده بيستعمل اكتر في الايه في الحالات اللي هي مش محتاجين لونج اكتنج ستيرويد فيها. تمام، طيب الانجكشن بيتعطى ازاي؟ احنا دايما بندي يا اما بيري اوكيولار انجكشن او بوستيريور سبتينون انجكشن. البوستيريور سبتينون انجكشن اسمه نوزيك انجكشن لو اتعطى في السوبيريو تمبرال كوادرانت، يعني وي اسك ذا بيشنت تو لوك داونوردز اند نيزلي، وبنبدا ب 25 جيج نيدل اللي هي سن السرنجه الثلاثه تو انتر ان ذا سوبيريور تمبرال كوادرانت while the bevel is facing down, we try to go along the surface of the globe without engaging it. ساعات بنعمل slight movement of the needle to the right and to the left to make sure that we are not engaging the sclera.
ولما بنوصل للبوستيريور سبتيرنال سبيس بنعمل اسبيريشن الاول عشان نتاكد ان احنا مش انترافاسكولار ونبدا نحقن في البوستيريور سبتيرنال سبيس. اوكي طيب الطريقه الثانيه اللي ممكن تتعطى اللي هو بتتعطى ترانسسبتر روت، ودي بيتقال ان هي امن، يعني less risk of perforation, less risk of ptosis, less risk of raised intraocular pressure عن ال nozick injection اللي اتكلمنا عليه قبل كده. بنستعمل 27 gauge needle اللي هو سن الانسولين، وساعات بيتعطى بسن السرنجه الثلاثه بس بيبقى more painful، وبنحقن 1 cc من الابريليفان او من الكيناكورت، بندخل ترانسسبتالي لحد ما نوصل للبيري اوكيولار سبيس، ونحقن البروسيد لحد ما دخل النيدل بالكامل لحد الهب، ان ستارت تو اسبيريت فيرست اند ذن انجكت. تمام. في طريقه ثالثه انا شخصيا يعني بحبها وبحس ان هي امن بكتير، بنبدا فيها ان احنا نعمل لوكال انستيتيك كده، والطريقه دي بالمناسبه احنا ممكن نستعملها فور ادمنستريشن اوف بوستيرور سبتينال انستيزيا ديورينج كاتاراكت سيرجري. بنفتح يعني ask the patient to look up and temporarily، ونفتح pocket بسيزورز ونبدأ to dissect بالclose scissors لحد ما ندخل في posterior subtenum space، وبنبدأ نستعمل كانيولا من الكانيولا بتاعت الانتروفينوس infusion، كانيولا صفراء أو كانيولا خضراء، بنشيل السن المعدن بتاعها و to insert the cannula, plastic part of the cannula بيبقى malleable، فبيدخل يلف حوالين العين ويدخل في posterior subtenum space، ونبدا نحطه على سن السرنجه بتاعنا ونحقن بيه. ده ميزته ان مفيش شارب نيدل فيه، فالريسك اوف بيرفوريشن بيبقى اقل كتير، وفي نفس الوقت بيبقى سيف وبريدكتبل الى حد كبير، نقدر نستعمله في عينين هاي مايوبس مثلا او كده. تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده ان احنا ساعات بندي الانترافيترال ستيرويدز، اشهرهم الترايمسينولون اسيتونين، ودايما بنحاول نستعمل اللي هو بنسميه ال هو ايه قولوا معايا ال preservative free form اللي هي عشان ما تعملش الستيرايل هايبوبيون اللي ممكن يتكون في عدد من الحالات، اللي بنسميه استرايل اندوفثالمايتس او استرايل هايبوبيون. طبعا السايد افكتس الكاتاركت، عشان كده ما بنحبش نحقنها في الفيكيك ايز، والاليفيشن اوف انترا اوكيولار بريشر، واللي بيحتاج تريتمنت ان 25% اوف ذا بيشنتس، 1 to 2% may need glaucoma surgery. طيب لازم لو اتكلمنا على الستيرويدز نتكلم على الاوزوردكس. الاوزوردكس ده 700 مايكروغرام ديكساميتازون امبلانت، بيقال ان السيفتي بروفايل بتاعته اعلى من الانترافيتريال ترانسينولون، بنستعمله اكتر في الانترميديت يوفيتس والبوستيريور يوفيتس والسيستويد ماكيلار ايديما. الريلاتيف كونترا انديكيشن الافيكيا في فيتريكتومايزد اي، او لو في سي دي سنتر انترا اوكيولار لينس عشان بنخاف من الانتيريور مايجريشن. اغلب الناس اللي بتستعمله بيلاقوا ان لو افيكاسي لمده 4 ل 6 شهور وبعدين الافكت بتاعه بيروح واحتمال نحتاج نحقنه تاني. تمام. في انجكشن تاني اللي هو الريتيسيرت. الريتيسيرت ده فلوسينولون، وبرضه بنستعمله في البوستيريور يوفيتس، بس يعني ما لقيتش ناس كتير بتستعمله ولا في مصر ولا في انجلترا، ان هما الخبره بتاعتهم فيه قليله. اتس فيري اكسبنسيف، فيرلي اكسبنسيف وفيري بوتنت، بس المشكله انه مثلا لو حصل منه مايجريشن في الانتيريور تشامبر يبقى التوكسيك افكت بتاعه اكتر كتير من الاوزوردكس. في ستادي كانت معموله عليه اسمها المالتي سنتر يوفيتس ستيرويد تريتمنت، كانت بتيفالويت السيفتي والافيكاسي بتاعته اللي هي الماست ترايل. طيب السيستميك تريتمنت، سيستميك ستيرويدز، اكتر حاجه بنستعملها اللي هي البريدنيزولون، وده اللي هو البريدنيزولون دروبس اللي هو السوليو بريد اللي احنا بنستعمله. الحاجه الثانيه اللي بنستعملها في البارس ستيرويد ثيرابي اللي هي ميثايل بريدنيزولون صوديوم ساكسينيت اللي هي السوليومدرون. تمام. لازم نعرف ان احنا كتير دلوقتي دكاتره روماتولوجي العيانين اللي بيخشوا في اكزازيرفيشنز نلاقي ان هم بيفضلوا ان هم يعني ايدهم بتجري اكتر على البلس ستيرويد، يقول لك انه هيعمل كويك سبريشن اوف ذا انفلاميشن ويقلل الديوريشن اند ذا دوز اوف اورال ستيرويد اللي العيان بيحتاجه، وبالتالي هي ويل شي ويل اندر جو ليس سايد افكتس. فدايما بنلاقيهم لما بنتكلم معاهم بيفضلوا لو في عيان مثلا دخل في اكزازيرفيشن
يقول لك لا احنا ندي له بالس ستيرويد تريتمنت الاول جرعه كده ونكمل بعد كده بأورال ستيرويدز او ايميونو موديلاتوري ثيرابي او كده. وبالتالي دايما دايما في الستيرويدز بنبدا بجرعات عاليه سواء اورال او انترافينس وننزل بعد كده. لو بنتكلم على الاورال زي ما احنا عارفين الجرعه بتاعت السوليوبريد 1 تو 2 ملي جرام بير كيلو جرام بير داي، وبيبقى نبدا بعد كده تو تابر جرادوالي. ما نستعجلش في سحب الستيرويدز خاصه في امراض مثلا زي الفي كي اتش، نبقى عارفين ان العيان ده هيفضل ياخد ستيرويدز على الاقل 6 شهور، لان لو سحبنا بدري هيحصل رياكتيفيشن والديزيز مش هيبقى كنترولد بشكل كفايه. لو العيان محتاج اكتر من 10 ملي جرام اورال برينوزولون بير داي اكتر من 3 شهور ساعتها هنبدا نفكر في اميون موديلاتوري ثيرابي. طيب لو بنتكلم على البالس ستيرويدز زي ما قلنا الحاجه اللي بتتعطى هي الميثايل برينوزولون اللي هو السوليومدرون، بيتعطى 1 جرام انفيوزد اوفر 1 اور، يعني بيتحط بيتخفف في محلول ويتعطى على مدار ساعه، وبيتعطى من 3 ايام. وفي بعض الحالات الان كنترول يقول لك دكاتره بطن يقول لك لا ادي 6 ايام دكاتره روماتولوجي، ويبقى فولود بعد كده باورال ستيرويدز. لازم يتعطى في مستشفى شود بي جيفن ان هوسبيتال، لان له سايد افكتس كتيره بنخاف منها، اشهرهم الجاستريك سايد افكتس، يعني عيانين بيخشوا في اكيوت جاسترايتس او اكيوت بيبتيك السر، الاكيوت هايبرتنشن اللي ممكن يحصل، الدايابيتيك بور درابيتيك كنترول اللي ممكن يحصل خاصه لو العيان دايابيتيك، دي اشهر سايد افكتس بتحصل. في الغالب لو حضرتك مقرر ان العيان ده ياخد سوليومدرون هتبعته في الاستقبال بتاع مستشفى من المستشفيات او في الدخل بتاع واحده من المستشفيات، تكتب لهم يا جماعه العيان ده مثلا عنده الحاجه الفلانيه وانا محتاج ان هو ياخد مثلا الدواء الفلاني بالشكل الفلاني على مدار 3 ايام اندر ميديكال سوبرفيجن. تمام. بنحاول على قد ما نقدر to avoid giving systemic steroids and non-steroidal anti-inflammatory concomitantly عشان الجاستريك ألسر، ولو هنديها دايما ناخد بالنا ان العيانين دول، وبالمناسبة ده بنعمله في topical في systemic steroids سواء pulse intravenous steroids او oral steroids، دايما حاولوا توصفوا proton pump inhibitor، حاجة بيبزول اي حاجة من اللي هي البروتون بامب انهيبيتورز بتعطى 40 ملي جرام وانس ديلي، او بنوصف حاجه اتش 2 ريسبتور بلوكر، بس الاتش 2 ريسبتور بلوكر ما بيبقاش افكتيف قوي. لو العيان هيمشي على لونج تيرم تريتمنت في الستيرويدز بنبدا نمشيه على سبلمنتيشن للكالسيوم او فيتامين دي عشان الريسك اوف اوستيوبوروس. طبعا هسيب لكم السيستميك سايد افكتس اوف سيستميك ستيرويد تريتمنت دي ممكن ايه نقراها مع نفسي. طيب لو هنبدا ندخل بقى على الجزء الثاني في المحاضره اللي هو الايميونو موديلاتوري ميديكيشنز، مين هنا بيوصفها؟ ولا احنا بنبعت لدكتور الروماتولوجي ولا ايه، ولا ما بنوصفهاش كتير؟ الدنيا ماشيه ازاي معاكم؟ ببعت روماتولوجي هم يظبطوا الدنيا بصراحه. انا شخصيا برضو ببعت روماتولوجي، بس احنا زي ما هنعرف احنا في كاتيجوريز ممكن نلعب فيها شويه زي الانتي ميتابولايتس او زي التي سيل انهيبيتورز، في كاتيجوريز ممنوع خالص يعني الى حد كبير اننا نلعب فيها زي السايكلوفوسفامايد اللي هو الكيليتنج ايجنتس، دي بتبقى ايه يعني احنا من رايي ان احنا بنلعب بحاجه برضو خطيره ولها سايد افكتس تراتوجينيسيتي، لها الريسك اوف ليمفوماز والماليجنسي والحاجات دي، ودايما هم بيفكروا بعقليه اكبر مننا وبيشوفوا العيان بياخد ايه ميديكيشنز ثانيه فبيقدروا يظبطوا الدنيا كتير. فانا بحب دايما اجيب رجل حد بتاع روماتولوجي معايا الى حد ما بوجهه انا شايف ان ده احسن او الكاتيجوري دي احسن او الكاتيجوري دي احسن، بس برضه هو اللي بيبقى ايه يعني انفولفد معايا في الموضوع. طيب قبل ما نبدا الايميون موديلاتوري تريتمنت لازم نتاكد ان العيان ده مش انفكشن مش تي بي، يعني قبل ما نبدا لازم انفستيجيت التي بي، لو شاكك توكسوبلازما اكسكلود التوكسوبلازما، مش حاجه فايرال مثلا الهيربس زوستر والهيربس سمبلكس والحاجات دي، نتاكد انها مش موجوده عن طريق الكورنيال سنسيشن والباتشي ايريس اتروفي وهكذا، نتاكد ان مفيش كونترا انديكيشن هيباتيك او هيماتولوجيك عشان كده بيطلب لهم ورك اب بيتعمل قبل ما نبدا العلاج، فولو اب باي كواليفايد فيزيشن، تلاقيهم كل فتره بيطلبوا لهم سي بي سي، يطلبوا لهم زي ما هنشوف كل دراج فيه الفولو اب بتاعه، حاجات بنقيس لها الارتير بلاد بريشر، حاجات بنشوف مايكروسكوبيك هيماتوريا، حاجات بنشوف الليفر فانكشن وهكذا وهكذا وهكذا. تمام. وفي نفس الوقت دورنا احنا ان احنا بنعمل objective longitudinal evaluation of the disease process، الديزيز بي relapse بي remit الدنيا ماشية ازاي وهكذا. طيب زي ما هنشوف احنا فيه بنسميه الانفلاماتوري ار،
هنا في الحته في اول الانفلاماتوري ارم ده بنبدا الانتي ميتابولايت الازاثيوبرين والميثوتريكسيت بيقللوا البيورين سينثيسز وبالتالي بيقللوا اللينيا من اولها. في الميثوتريكسيت بيشتغل على حته ثانيه اللي هي الداي هاي ديوكسي رايبو نيوكليوتايد ترانسكريبشن او ترانسليشن لدي ان اي، فبيقلل الاكسبريشن بتاع الانفلاماتوري سيلز او الانفلاميشن ميديتد بالانفلاماتوري سيلز. طيب الدي ان اي بقى ترانسكريبشن لار ان اي ده اللي بيدخل هنا بقى حته ثانيه اللي هي الالكيليتنج ايجنت زي السايكلوفوسفامايد بيعمل كروس لينكد للدي ان اي، فعشان كده بيبقى له التيراتوجينيك افكت شويه او الاونكوجينيك افكت شويه من الالكيليجنج ايجنت عشان هي بتشتغل اكتر على الدي ان اي تعمل له تشينجز. طيب هنيجي بعد كده في الكولشيسين بيقلل المايكروتوبيول فورميشن، وفي سايكلوسبورين ده زي ما هنشوف السايكلوسبورين ده اللي هو الاميوران ده بيقلل التي سيل ميديتد اميونيتي اللي هي سيل ميديتد اميونيتي، بيقلل الانترلوكين 2 الانترلوكين 2 اكسبريشن او الانترلوكين 2 اكشن، وبالتالي بيقلل التي سيل اميونيتي. وهنلاقي ان في زي ما هنشوف بعد كده شويه ديزيزز بتبقى ميديتد اكتر بالتي سيل اميونيتي، فدي بنفضل ان نستعمل فيها الاميوران اللي هو السايكلوسبور. تمام، في ديزيزز بنحب نبدا بيها فيها بدري الاميون موديلاتوري تريتمنت، هي الديزيزز اللي بنبقى عارفين ان هي اجريسيف شويه ولونج ستاندنج شويه، الاسترويدز مش هتصد لوحدها، لان زي ما هنشوف ان اغلب الاميون موديلاتوري تريتمنت دي بتحتاج 6 شهور ل 12 شهر عشان تبروديوس ذا فول افكت بتاعها، وبالتالي انت بتبدا بدري عشان على ما تبدا تقلل الاسترويدز تبدا هي الديزيز دي تشتغل. زي ايه؟ زي الايه معلش مش سمعتش حضرتك، هو انا كنت بقول على الجوفينايل ايديوباثيك الى حد ما، بس انت برضو دي الى حد ما، بس برضو احنا في الكبار حتى في حاجات بنبقى عارفين ان الحاجات دي مزعجه في علاجها، زي سيرفيجينس كورويدايتس دي واحده من الوايت دوت سيندرومز المزعجه قوي في علاجها، زي البهشت، زي الفي كي اتش والسيمباثيتك اوفثالميا، زي الاوكيولار سيكاتريشال بينفيجويد، النيكروتايزنج سكليرايتس وذ سيستميك فاسكوليتيدس دي اللي هي زي مثلا الفاجنر جرانيولوماتوزس والحاجات دي، دي بنبقى عارفين من الاول ان هي ديزيز صعبه واجريسيف و فيري ريكالسيترنت للتريتمنت، ما بتستجبش بسهوله. فالحالات زي كده من بدري ابدا فيها او فكر انك تبدا فيها الاميون موديلاتوري تريتمنت فيها. تمام، طيب الانتي ميتابولايتس زي ما قلنا دول دايما اول حاجه بتيجي في ذهننا لان هم السايد افكتس بتاعتهم مش كبيره وبالتالي ممكن نلعب فيهم شويه، زي ايه؟ الازاثيوبرين اللي هو الاميوران، الميثوتريكسيت، والمايكروفينوليت موفيتيل اللي هو السيلسبت، والليفيولونومايد، بس ده ما استعملتوش كتير وما سمعتش عن حد استعمله كتير. اكتر واحد بنستعمله الميثوتريكسيت لان هو it has the least side effects، يجي بعده الازاثيوبرين، يجي بعده المايكروفينوليت موفيتيل، هو the least برضه side effects وquick to action بس عشان غالي شويه فتلاقي العيانين ما بنبتديلهمش بيه قوي، not everyone can afford it. طيب الازاثيوبرين اللي هو الاميوران ده بيشتغل ازاي؟ بيقلل الار ان اي ريبليكيشن والار ان والدي ان اي ريبليكيشن والار ان اي ترانسكريبشن. طيب بيتعطى يا اما تابلتس يا اما انترافينوس انجكشن، بيتعطى يا اما سنجل او ديفايدد اورال دوز من 2 ل 3 مللي جرام بير كي جي بير داي. في الغالب بتلاقي العيان بياخد قرص الصبح وقرص بالليل، تلاقي دكاتره روماتولوجي في الغالب قرصين او ثلاث اقراص في اليوم. بندي امتى؟ البهش الديزيز بيستجيب ليه كويس. الحاجات بتاعه ال في كي اتش والسيمباثيتك اوفثالميا دي دول الحاجات اللي فيها سيل ميديتد اميونيتي كتيره، فبنلاقي ان احنا بنستعمل الاميوران فيها بيدي افكت كويس. طيب ايه السايد افكتس اللي ناخد بالنا منها في الاميوران على قمتها وعلى راسها؟ البوم مارو سبريشن والثرومبوسايتوبينيا، عشان كده الفولو اب بتاع العيانين دول لازم هتلاقي كل فتره بيتعمل لهم سي بي سي. بقيه الحاجات العامه جي اي ديسكومفورت انترستيشال ليمونايتس ودراي كوف الوبيشيا سكندري انفكشن حاجات زي كده تمام، لكن اكتر حاجه تيجي في دماغنا البوم مارو سبريشن ده اون توب اوف ذا ليست بالنسبه للازاثيوبرين او الاميوران. الميثوتريكسيت ده هنلاقي اغلب العيانين بيبتدوا بيه لان هو رخيص وسيف وافكتيف، يتعطى يا اما اورالي يا اما سبكوتينيوس، يعني انجكشن في الغالب يبقى سبكوتينيوس انجكشن، بيشتغل على الداي هيدروفوليت ريدكتيز وبالتالي يقلل الدي ان اي ريبليكيشن. بنستعمله في ايه؟ ساركويد، جوفينايل ايديوباثيك ارترايتس، سكليرايتس. ميزته انه بيتعطى ويكلي نوت ديلي، بندي جرعه
every week. وبيتعطى زي ما قلنا اورالي او سبكوتينيوسلي، دي اشهر الروتس. ممكن يتعطى انتراماسكولار او انترافينوس، بس ما بنستعملوش كتير. بنحتاج معاه فوليت سبلمنتيشن عشان العينين دول بيخشوا في فوليت ديفيشنسي. تمام. طيب زي ما اتكلمنا بياخد وقت طويل على ما يشتغل، ممكن لحد 6 شهور. السايد افكتس بتاعته اون توب اوف ذا ليست اللي دايما ينط في ذهننا مع الميثوتريكسيت، الهيباتوتوكسيستي. حاجات تانية، جي اي تي، دراي كوف برضو كتيرة في العيانين، خاصة اللي بي بي الجي اي تي اكتر مع الاورال، الدراي كوف اكتر مع السبكوتينيوس او الانجكشن اكتر منها من الاورال. تيراتوجينيستي، عشان كده العيانين بنقول لهم ما تحملوش او ما تخلفوش في الفترة دي. في ريسنت ستاديز على الانترافيتريال انجكشن اوف ميثوتريكسيت للريفراكتوري يوفيتس وسيستويد ماكيولار ايديما، لقينا ان هي effective to reduce the need for systemic immunomodulatory treatment. طيب الميكروفينوليت موفيتيل اللي هو السلسبت ده بيتعطى 1 to 1.5 جرام twice daily in adults. يعني هتلاقي الدكتور بيقول قرصين الصبح وقرصين بالليل. ده بيقلل، يعني بيعمل inhibition للإنوزين مونوفوسفيت دي هيدروجينيز والدي ان اي ريبليكيشن. هتلاقي كله بيشتغل ان يقلل الدي ان اي ريبليكيشن، وبالتالي انترفير مع الانفلاماتوري باثوي اللي احنا شفناه. طيب ميزته ايه؟ ان هو بيشتغل بسرعه، بياخد تقريبا 4 شهور مش 6 شهور ل 12 شهر زي التاني. السايد افكتس قليله عن الحاجات التانيه، فهو ريلاتيفلي سيفر. كلها حاجات نون سبيسيفيك، جي اي تي ديستربنس، سكندري انفكشنز، ليفر توكسيستي، رينال توكسيستي، اتسترا اتسترا. تمام. وبالتالي بنحتاج، هتلاقي برضو بيطلبوا سي بي سي، رينال فانكشن، ليفر فانكشن معاه بانتظام، بالاضافه ان سعره اعلى شويه من الحاجات الثانيه. طيب لو نرجع للصوره بتاعتنا الاولانيه، زي ما قلنا هنا حته الالكيليشن الالكيليتنج سوري الانتي ميتابولايتس بتشتغل على الحته دي من الباثوي. في حته في الاخر خالص اللي هي التي سيل اكتيفيشن، دي بيشتغل عليها اشهر حاجات اللي هي التاكروليماس والسايكلوسبورين زي ما هنشوف دلوقتي. تي سيل انهيبيتورز، سايكلوسبورين، التاكروليماس والسيروليماس. السايكلوسبورين مشهور باسم نيورال، ده بيتعطى اورالي. سايد افكتس برضو، اول ما نقول نيورال ينط في ذهننا الهايبرتنشن والنيفروتوكسيستي بتاعتنا. وهتلاقي دكاتره روماتولوجي حتى لما بنقول لهم يا جماعه ادوا نيورال في المرض ده لان ده تي سيل ميديتد زي في كي اتش وزي السيمباثيتك اوفثالميا وزي بعض حالات الان كنترول بيتش، دي دايما بتبقى تي سيل ميديتد، تلاقيهم مترددين ويقول لك انا عايز اديه فتره قصيره ولا مش عايزين نطول عليه ونحاول نشتغل بحاجه تانية. عشان هو كل ما بنعلى في السايد افكتس كل ما بتلاقيهم هم ريلاكتن شويه انه يدوا الدواء ده، لكنه فعلا دواء فعال بيفرق مع العيانين وبيكونترولد عليه بدرجه كبيره. بس نفتكر دايما نيورال هايبرتنشن نيفروتوكسيستي اكتر اون توب اوف ذا ليست بالنسبه للكومبليكيشنز بتاعتنا. تمام. طيب ندخل في الحته اللي بعد كده اللي هي الالكيليتنج ايجنتس. لو رجعنا للباثوي بتاعنا كانت في الحته بتاعت ان هم بيشتغلوا على الدي ان اي، بيعملوا ديستربنس في الدي ان اي سينثيسز وكده. اون توب اوف ذا ليست هنلاقي السايكلوفوسفامايد اللي هو الاندوكسان والكلور امبيوسيل. دي ما بنستعملهمش اس فيرست لاين تريتمنت الا في حالات نادره زي الفاجنر جرانيلوماتوزس مثلا، اللي هي الحاجات اللي ممكن تبقى لايف ثريتنينج. لكن في الحالات العاديه بنستعملهم اونلي وين، يعني از سكند لاين تريتمنت او سبلمنتيشن تريتمنت، لو العلاج العادي بتاعنا ما حلش المشكله. زي ايه؟ انترميديت يوفيتيس، في كي اتش، سمباثيتك اوفثالميا، بيش ديزيز. هنبص هنلاقي ان دي هم الاربعه دول في الغالب الديزيزز اللي بيتكرروا معانا في الاميون موديلاتوري تريتمنت. طيب سايكلوفوسفامايد او الاندوكسان ده بيتعطى ازاي؟ بيتعطى اورالي او ممكن انترافينوس بالسز. بيفضلوه كتير دكاتره الروماتولوجي ان هم يدوه انترافينوس بالسز، عشان زي ما هنشوف اكتر سايد افكت بتاع في الهيموراجيك سيستايتس، نلاقي العينين ابتدوا يخشوا من اول مايكرو هيماتوريا لحد فرانك هيماتوريا. ده بيقل لو اديناه انترافينوس، ولو اديناه اورال بنوصي العيان ان هو يشرب كميه كبيره من السوائل، عشان بالبلدي هو بيكوي اليورينري بلادر، فاحنا لما بندي فلويد كتير بنعمل دايليوشن ليه. طيب دايما بنعمله مونيتورنج بايه؟ بحاجتين، الوايت بلاد سيل كاونت احنا عايزينه يبقى ما بين 3000 و 4000 سيل بير مليليتر، والحاجه الثانيه بنمونيتور الكومبليكيشن بال
repeated urine analysis عشان نشوف لو في microscopic hematuria ولا لا. تمام؟ وزي ما قلنا ده حاجة بنستعملها في أضيق يعني مش احنا اللي بنستعملها، دكاترة روماتولوجي بيستعملوها في أضيق الحدود في الحالات اللي هي فيها ايه مصايب وحاجات life threatening. تمام؟ طيب في كاتيجوري تاني اللي بنسميها البيولوجيك ريسبونس موديفايرز، دول ما بيشتغلوش على 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 ان هم يقللوا الدي ان اي او الار ان اي او الانترلوكين 2 او او او، لا دول بيشتغلوا على السيل تو سيل سيجنالينج او سيل سايتوكاين انتراكشن، ودول بنسميهم تارجتد اميونو موديليشن، عشان كده بيقلل السايد افكتس بتاعتهم لانه بيشتغلوا على تارجت محدد. دايما هم مور اكسبنسيف، بنلاقي دكاتره روماتولوجي بيحبوهم عشان ما لهمش سايد افكتس كتير، وعلشان الايفكت بتاعهم الى حد ما اسرع يعني بنستعملهم في سيرتن سبيسيفيك كونديشن زي البهشه ديزيز مثلا لو نون ريسبونسيف للحاجات الثانيه. اشهرهم الانفليكسيماب والاداليموماب، ودايما بيشتغلوا على التيومر نيكروزيس فاكتور الفا او التيومر نيكروزيس فاكتور اي، بيقللوا الايفكت بتاعه. تمام؟ في حاجه اسمها نعم. البهشة بيساعد بيبدأوا من الأول بالبيولوجيكال بيحبوا كتير لأن هم دايما دلوقتي عارف زي ما احنا نقول دلوقتي ان احنا بقينا بنعمل فيكو اكتر ما بنعمل اكسترا لان السايد افكتس بتاعته اقل حتى لو هو اغلى شوية. نفس الكلام هم، انت لما تتكلم مع بتوع روماتولوجي يقولك دلوقتي الدنيا اتطورت، يعني ما بقيناش ندي الميثوتريكسيت ونسيب العيان يعاني ويدخل على اللونج تيرم فليفر بروبلمز و و و، احنا بنفضل الحاجات اللي ملهاش سايد افكتس كتير. عشان كده ساعات كتير انت تبعت العيان متوقع ان هم هيبتدوا بميثوتريكسيت مثلا او اميوران او كده، وتلاقيهم لا دخلوا العيان في هيوميرا على طول مثلا. فاهم ازاي؟ لان هم بيخافوا من السايد افكتس بتاعه الحاجات التانيه. تمام؟ تمام. وانت مع الوقت مع حاله والتانيه والتالته بتبدا الى حد ما تقرا تفكيرهم او تتوقع هم هيفكروا في ايه. هما دايما بيحتاجوا ان انت تقول لهم ايه الديزيز، يعني ايه الانفستيجيشن اللي انت عملتها وايه الديزيز اللي انت بتشك فيه. لو في ريكومنديشن معينه ان حاجه دي مثلا تي سيل ميديتد، قول لهم يا جماعه دي تي سيل ميديتد، فكروا في الحاجه الفلانيه، وان هم مع كل زياره لا ده الانفلاميشن احسن او الانفلاميشن اسوء عشان يمونيتور الايه التريتمنت بتاعته. طيب في حاجه اسمها اتنرسبت ذا تيومر نيكروزس ريسبتور بلوكر، ده بنستعمله اكتر في البوري ارتيكولار جيفينال ايديباتيك ارترايتس وفي الروماتويد ارترايتس، بيستعمل اكتر مع دكاتره روماتولوجي مننا معانا احنا، ملوش افكت على الانترا اوكيولار انفلاميشن واقل من الانفلكسي ماب وال كنا بنقول اسمه ايه الادالينو ماب والانفلكسي ماب، هم دول اللي بنستعملهم اكتر في التريتمنت بتاعه الانترا اوكيولار انفلاميشن. تمام؟ طيب ده هيكونكلود الموضوع بالنسبه لي. القواعد الأساسية اللي عايزكم تطلعوا بيها دلوقتي يعني optimum control of inflammation is mandatory. ما يجيش عيان عنده مثلا فوكت كواجي هرادة وبص الاقي hot disk ولسه بيكون عنده areas of neurosensory detachment واعتبر ان هو كده كويس، لا he or she needs more immunosuppression او immunomodulation سواء بستيرويدز او بimmunomodulatory treatment. دايما make sure that the disease activity is optimally controlled. العينين بتاع الانتيريو يوفيتس دايما بنحاول ان هم يبقوا without flare، بنحاول على قد ما نقدر ان ما يبقاش حتى فيهم مش مجرد سيلز لا flare كمان، نحاول control الموضوع. الانتيريو يوفيتس نادرا ما بنحتاج نستعمل immunomodulation، بنحتاج اكتر في الانترميديت والposterior يوفيتس، دي حاجه رقم اثنين. الحاجه الثالثه دايما بنبدا بستيرويدز وبندخل معاه الايمينوموديلاتوري تريتمنت لو شاكين ان الديزيز مش هيبقى كنترولد سفيشنتلي وذ ستيرويدز، دايما بنبدا بلارج دوز اوف ستيرويد ونبدا نقلل بالتدريج. دايما لو في ريلابس جامد ادي بالس ستيرويد، او لو شايف العيان اول مره ادي بالس ستيرويد، بيفرق كتير مع العيان وبيحسن كتير وبسرعه وهيريح بالك ويريح بال الدكتور الروماتولوجي من ان انت تقعد تعافر مع العيان بدوزز كبيره اورال. فكروا في البيري اوكيولار ستيرويدز في العيانين اللي اتاكدنا ان ما عندهمش انفكشن ب مثلا تيوبركلين تيست وات ايفر كايند اوف investigation، اتاكد ان هم مش infection ده قبل ما نبدا نتحرك خالص. العيانين اللي unilateral disease، العيانين اللي ما عندهمش systemic manifestations of the disease،
ممكن نلعب في الانتي ميتابولايتس، بلاش لعب كتير في النيورال، بلاش لعب خالص في الالكيليتنج ايجنتس. دي الحاجات الايه اللي بنتكلم عليها، ودي الحاجات المسجز اللي انا عايز اوصلها لكم. لو في حد عنده اسئله برضو تحت امركم مفيش مشكله، ولا الدنيا تمام؟ لا هو احنا مش بنعرف حاجه من الحاجات دي خالص. بس لازم تبقى عارف، لازم تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي، ولازم تبقى عارف كل واحد بستعمله في ايه وايه السايد افكتس بتاعته، عشان برضو تبقى في الصوره، لان بيفرق قوي مع دكتور الروماتولوجي ان يبعت له التقرير من حد فاهم، يعني انت فاهم، ما يبقاش هو شغال بلايندلي، لان في سنه كونكشن صغيره لازم تبقى موجوده، بنتكلم لغه مشتركه عشان هم يفهمونا واحنا نفهمهم، لكن كل واحد في جزيره لوحده مش هتمشي الامور برضو. ما حضرتك حق، انا فعلا كان في حاله كده، ويعني بعتها لحد روماتولوجي كبير يعني، على اساس ان هي كان بدات يجي لها سايد افكتس من الاسترويدز، وكنت عايز تعمل شيفت، وكتبت لها ريبورت على كده يعني. فراحت مقلله لها دوز الاسترويدز من غير ما تكتب حاجه من حاجات الانتي ميتابولايتس يعني، كان جاست حاجات هبله كده، هو في فيتامين بيو كده، ودخلت في ريلابس، ولابس جامد يعني. ما انا عشان كده بقول لحضرتك ان احنا لازم نبقى الى حد ما، ان هم برضو انت حط نفسك مكان دكتور الروماتولوجي ده، جاي له واحد بالتهاب يعني العين حمراء ومش شايف، وانت في 20 نوع انفلاميشن احنا نعرفهم وهم ما يعرفهمش، فمش هيعرف الدنيا ماشيه ازاي. لما بتبعت له بتقول له انا شاكك ان ده كده، هو بيبدا يفتح ويقرا عليه ويقرا ايه الاميون موديليشن اللي بيبقى كويس فيه. دكاتره البطنه الى حد ما هم بيحبوا القرايه، فتلاقيهم قاريين في ديزيز اوف يوفيتس يمكن اكتر مننا، وايه الاحسن في ده وايه الاحسن في ده وايه الاحسن في ده، بس هو عايز يعرف هو انت بتتكلم على انهي مرض من الليسته الكبيره اللي عندي دي، فبيبقوا محتاجين أيوة. شويه شويه جايدنس، ان انت بس توجههم احنا هنعمل كده هنعمل كده هنعمل كده، الدنيا بتمشي بسهوله جدا باذن الله عز وجل. ماشي، احنا كده ان شاء الله لنا لقاء باذن الله عز وجل لما تخلصوا المحاضرات بقى، عشان نعمل الاساينمنت، وان شاء الله باذن الله يعني لو في اسئله لو في حاجه لو في اي مشاكل اي وقت تواصلوا معايا، بس ربنا يكرمكم، حاولوا تتواصلوا مع الاستاف